بنتكلم كيف تكون سورة البقرة كاشفة لكل شيء، كل شيء حولك سيجليه الله لك واضح جلي أمامك. كيف سيجلي الله هذه الأمور من خلال قراءتك لسورة البقرة؟ وكما بينت، نعم إنها كاشفة، تكشف كل من حولك، تكشف الأحداث القادمة، تكشف خبايا الأمور. والله هذا ما وجدته منذ أن أخذت سورة البقرة ب 28/9/2019، بدأت الأمور تتضح لي. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله لا فضل لنا، ما فيش فيها شطارة. أنا فقط قرأت سورة البقرة، وأنا فقط أكثرت من قراءة سورة البقرة حتى وصل بي الحال إني لحد يعني خلال يعني قرأتها 4 مرات، وقرأتها 3 مرات، وقرأتها 2 مرات، وقرأتها 5 مرات، وقرأتها مرة، نعم قرأته يعني باليوم. فسبحان الله، وكأنها تكشف الحجب، نعم وكأنها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ده اتطرق لموضوع مهم جدا جدا. ليش؟ لأني يعني بدي شوية هيك رحابة صدر وتفهموا، ومن لا يروقه خلص خلي المعلومة عندك إلى يوم ما، لربما تستفيد منها بعد سنتين 3، خليها عندك. لا تطعن، لا تسب، لا تشتم، لا تطعن، بالله عليك لا تطعن. والله إني أخاف عليك أن تأتي بحسناتك إلي أو بالناس الذين ستطعن بهم، وأنت تبحث عن خلاصك وتبحث عن، فلا تنتصر لنفسك التي الشيطان يأمركم يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لا، الشيطان موجود، لا زال موجود معك، فهو الذي يغطي عليك كثير من الأشياء. عشان هيك أمرت أو طلبت من الإخوة أن يقرأوا سورة البقرة 4 مرات حتى يبطلوا أسحارهم، عشان سورة البقرة تستحكم من هذا التفكير. نعم، تفكيرك مشتت، تفكيرك فيه وساوس الشياطين، أمر نفس أمارة بالسوء. لكن رويدا 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 رويدا، سورة البقرة وكأنها شجرة تنمو، أو كأنه زرع بدأ يكبر حتى تستحكم على كل فكرك. كل شيء فيك سيكون مسير مش مخير بعد أن تستحكم عنك فيك هذه سورة البقرة بإذن الله تعالى. بدي أبدأ موضوع مهم، فشوي هيك علي، أرجو أن يعني هذا الموضوع جدا جدا مهم، حتى لو لم يكن باهتمامك، والله إنه مهم جدا جدا. والله إننا قد وصلنا إلى هذا الأمر، فعليك أن تستمع إليه. وبارك الله فيكم، نبدأ على بركة الله إن شاء الله. ضيفت علينا وعليكم، وشان هيك أصحاب سورة البقرة لهم مكانتهم، أصحاب سورة البقرة الذين قد شرعوا فهمهم أوسع، مش لا مش لانهم بيفهموا، مش لانهم يتعلموا. والله لو تعلم 5000 سنة بكلية الشريعة لن تأتي بالذي تأتي فيه سورة البقرة. فسبحان الله، بس حبيت إني أبين هاي النقطة عشان أوضح الأمر. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يسأل سائل ربما ما هو هذا الموضوع، ولكنه هذا الموضوع أنا أتابعه منذ 8 أو 9 سنوات، وأنا متابع له يوميا. مع أني أنا متابع أتابعك في كل صغيرة وكبيرة، لكن هو الموضوع الذي دائما أنا أثيره. ما هي علاقتي بأخونا محمد مجاهد، نعم المعبر المغربي محمد مجاهد، ثم ما علاقتي في الرؤى، وما علاقة محمد أخونا محمد مجاهد في الرؤى، ولماذا كل هذا الذي يعني هناك وكأنه شجار، أو هناك عراق في هذه عند أخونا محمد مجاهد، لماذا؟ أول شيء سأرفق إن شاء الله بإذن الله تعالى رابط لقناة أخونا محمد مجاهد، رابط لحلقة من أحد توقعاته المبنية على الرؤى الشرعية كيف أنها تحققت. وهناك بآخر الفيديو هذا الرابط تبع أخونا محمد مجاهد، هناك 40 قناة يحاربونه، نعم يحاربونه. أخونا محمد مجاهد من آل بيت رسول الله، ونشهد على ذلك أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأم ومن جهة الأب، فهذا حبيت أبينه. لكن كلامي الموسع سأرفق كذلك 7 حلقات، لأن الأمر مهم جدا جدا، مش كلام يعني بسيط. الكلام ليس بسيط، الكلام لم نبنيه بساعة،
الكلام لنا سنين مع هذا الأمر حتى بينته وقد وضحته لبعض الإخوة الذين سألوني عن أخونا محمد مجاهد وما العلاقة التي تربطنا فيه، فبعثت لهم هذا التسلسل من 7 حلقات كيف تعرفت على أخونا محمد مجاهد. فقط للمعلومة هذه الروابط 7 كانت قبل أن تعرفني، وأن حتى عندما بدأت مباشرة فتحت القناة تبعتي هذه قبل سنة بدأت أتكلم عن هذا الموضوع، أحداث آخر الزمان. نعم، وبعدين انتقلت، يعني أولا أحداث آخر الزمان، بعدين يعني أحداث آخر الزمان كان في تسلسل ربما 10 حلقات 12 حلقة هكذا، ثم بعد الاعتداء على مصر الحبيب قلت إن الأمة تتعذب بذنوبها فعلينا أن نلزم الاستغفار، فقد غير الله أحوالي من التيه الذي كنت فيه. نعم، غير الله أحوالي بالاستغفار ولزوم سورة البقرة، بدأت تتضح أمامي السورة، ووالله ما عرفت أخونا محمد مجاهد إلا بسبب سورة البقرة. عندما أخذ سورة البقرة بدأت أعرفه في 28/9/2019 عرفته. هو قال في فاتح يناير، هو فتح قناته على اليوتيوب في 2019، وكانها نفس السنة التي جمعتنا. وسبحان الله، هو دخل في 2015 وأنا بدأت أعطي دروس عن الاستغفار في 2015. خربطك شوي، صبروا علي شوي، بحاول أعطي معلومات كثيرة في دقائق معدودة. فهنا قصتي مع أخونا محمد مجاهد، عشان لما أتكلم عن أخونا محمد مجاهد أول شيء محمد مجاهد يدافع عن رؤاه التي يعبرها لأنها حق، لأنه هو معبر للرؤى، فهو يدافع عنها باستماتة. هذه الرؤى يترتب عليها أشياء أكبر أنت لا تعرفها، هذه الرؤى التي يضعها توقعات كل سنة وتتحقق، هذا يدل على أنه عنده ترسانة من الرؤى تخبر بأحداث آخر الزمان وهي حق. نعم، عشان هيك هو يدافع باستماتة ويأتي لك بالدليل أنها الرؤية عندما عبرها تحققت وهكذا. ولذلك هم يحاربونه 40 قناة. على آخر الرابط تبع أخونا محمد مجاهد ستجد أن هناك 40 قناة تحاربه، وهي من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب نفسه، من كل البلاد يحاربونه. أخونا محمد مجاهد ما عهدته أنا إلا أن يتكلم بالحق، من قال الله وقال رسول الله، أو من حقيقة التاريخ، كيف أن التاريخ يوثق كلامه وهو يتكلم بالدليل للناس التي لا تعرف أي شيء، هو يأتي بالدليل ويبين لك هذا الدليل. بارك الله فيك، جزا الله خير. كلامي كيف تعرفت عليه، قلت لك في 7 حلقات متسلسلة، مهم جدا 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 أن تسمعها لأنه كلام غير عادي، هذا كلام غير عادي، هذا كلام بالأخص لأصحاب سورة البقرة الذين إن شاء الله سيفهموا كل كلامي بالحرف. عشان هيك حبيت أن أنصف هذا الرجل لأنه يهاجم بقناته، وهذا الهجوم يحد من انتشار قناته، كان في الماضي يعني يحصل على مشاهدات أكثر من 500,000 و500,000 و600,000 مشاهدة على الفيديو، اليوم حطموا هاي 40 قناة وكانها يعني فقط للبلاغات، وسترى انه كيف هم يتكلموا عليه ويمكروا به، وكثير منهم يعني اصحاب قنوات كبيره، ومنهم من زور نسبه لآل البيت وانفضح وفضحه الله، سترى كل هذا بأم عيني. خلاصه الكلام، احقاقا للحق، والله ما اقول الا الحق، واشهد الله اشهد الله ما نويت يوما ان اضللكم بشيء، والله علاقتي يعني انظر إلى تاريخ الفيديو، تاريخ الفيديوهات 7 فيديوهات هذه، سترى إنها قبل سنة، يعني ما اخترعت شيء جديد، ما اخترعت ولا شيء قبل أن تعرفني، قبل أن أفتح، منذ أن فتحت القناة بينت من يكون أخونا محمد مجاهد وما علاقتي فيه وكيف تعرفت عليه، وأمور كبيرة مش صغيرة، يعني لا تظن أن الأمور يعني بسيطة خلاص، فقط تعرفت عليه وقرأت كم حديث من خلفه وخلص الموضوع، لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. فبرجاء إخوتي الكرام، عندما أتكلم أنا أكون محمد مجاهد عشان تبقى عندك خلفية ماذا أتكلم. أنا أتابع أحداث آخر الزمان، أنا أقول لكم هذا الاستغفار ما جاء بهذا الوقت إلا إن الله جل في علا يريد أن يغير، لكن الله يغطي على الأشياء، يغطي يا أخي الله، لأن الله كشف الأمور الآن، لا خلص، اللبيب بالإشارة يفهم. نعم، اللبيبة بالإشارة يفهم. فأنت الله يريد أن يغير بهذا الاستغفار، ما عندنا استغفار، هل نقدم هذه الكثرة من الاستغفار،
وهذه الزلازل قلت قبل ما أتى زلزال تركيا وسوريا والله سيحدث الله أمر جلل، وجاء هذا الزلزال، ثم جاء كمان بينت أنه لربما هناك كمان، لأنه الله جل في علا عهدنا إذا بين آيات حسية من تحريك السحاب وإنزال المطر، وإن أتاني عبدي مشيا أتيت هرولا ما أن يستغفروا قليلا ولا الله يمطر السماء. فكأن الله يريد أن يبين للناس يا ناس آمنوا بي، فمن لا يؤمن به يبطش به، وهذا كان ديدن الأقوام السابقة. أنا لا أقول إن الذين يعني أخذهم الله بطش فيهم، لكن القادم هو أعظم، القادم هو أعظم، لكن المستغفر وقد بيّن الله لنا المستغفر لا يشعر بشيء، وهو في أمان وهو في مأمن من عقاب الله، وأن الله سيرضيه وأنه لن يفكر بهذا الكلام. لكن مليح أنك تأخذ صورة وتسمع التسلسل وتعرف لماذا أخونا محمد مجاهد في قناتي دائما يعني تراه وكأنه يصد هجوم معين، عشان تفهم ليش هو يصد هجوم دائما هجوم، لأنك 40 قناة تهاجمه. لماذا؟ لأنه يقول الحق وهم يتربحوا يبيعوا الكذب. نعم يبيعوا الكذب، يبيعوا الدجل، يبيعوا رؤى ما يعبر رؤى هكذا، يعني أنا رأيت كذا وكذا وكذا يعبر لك الرؤية ولا يتبي خلاص رماها، المهم أنه عنده متابعين وخلص الموضوع. لكن أخو محمد مجاهد إن عبر لك الرؤية يأتي بها بعد أن عبرها، بعد أن تتحقق عندك، فأنت تكتب له نعم أخي قد تحققت الرؤية، أو إن كان توقع وحصل فيأتي لك به ويبينه لك أمام عينيك إنه قد تحقق صوت وصورة. ولذلك هو يدافع عن الرؤى باستماتة. لذلك نحن نعرف ما معنى أخونا محمد مجاهد عندما يعبر الرؤى. أنا أعرف من آلاف الرؤى التي عبرها، أنا أشهد إنه من خير المعبرين، وهو اختصاصه في أحداث آخر الزمان والأمور العظام بالأخص، وهو يعبر الرؤى للعامة لأصحابه من الذين من حوله. نعم ويعبر وتأتي تعبيراته كفلق الصبح. يعني بارك الله فيكم، هذا الذي أريد أن أبينه. سأرفق رابط الحلقة تابعت أخونا محمد مجاهد كيف أنه توقع علو كعب المغرب، وأنه يعني وكان المغرب فاز في كأس العالم مونديال قطر وكل هذا، والقنوات التي تحرك. برجاء يعني خذ شوي من وقتك ولا تقول وأنا مالي. نعم لا تقول أنا مالي، سيقول يوما ما إخوة يوما ما عندما بدأنا نستغفر في البداية. نعم في البداية يعني عندما فتحت القناة ونزلت مطر الاستغفار، وإذا طبيب دكتور يقول احنا مالنا ومال المطر الاستغفار بالصيف، شو بدنا بالاستغفار؟ شو بدنا بالمطر؟ شو بدنا بالمطر؟ هو كأن الله جل وعلا يعني هو يعني إن سأل الله يعطيه رأسا مباشرة. فعشان تعرف أن الله يريد أن يبين لك أنه جل في علا قريب مجيب، فلكن استجب. والله ما فتحت هذه القناة إلا بسبب معرفتي بأخونا محمد مجاهد. انتهى الموضوع؟ فهمت؟ والله لأني بدأت على الفيسبوك، وأخونا القعقاع صاحب قناة خادم عطرة آل البيت هو أشار علي قال لي عم أبو أحمد لماذا لا تفتح قناة على اليوتيوب عندما كنت أتكلم على الفيسبوك قبل ما أفتح القناة. فأدلوت بدلوي عشان تعرف أني لا نختلق ولا نصطنع، وعندما أبين أريد أن أبين لأني أعرف أن الرؤى التي يعبرها المعبر المغرب محمد مجاهد تقع، لربما إن قال إنها السنة تتأخر كمان سنة فقط أو سنتين. مفهوم؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. والله إنه خوفي عليكم وأحب أن أبين خوفي على الأمة. بارك الله فيكم، إن شاء الله أن هذا الصوت يصل المشارق أرض مغربة. أعتذر على الإطالة، سيكون حلقة أخونا محمد مجاهد التي تكلم فيها عن رؤية تحققت، وهناك عشرات وألاف الرؤى التي تعبرها وتحققت، وتابعوه على قناته عشان تعرفوا ما هو القادم من خلال الرؤى الشرعية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، يعني أكثر من 10 أحاديث للرسول عليه السلام فيها أحاديث صحيحة تتكلم عن الرؤى أنها أحاديث صحيحة. فإن غاب عنك التعبير يا أخي لا تعبر، اترك التعبير لأصحاب التعبير. بارك الله فيكم، والسبع حلقات التي أشهد فيها كيف تعرفت على أخونا محمد مجاهد، والأمر سبحان الله سببه سورة البقرة. ونعود إلى سورة البقرة الكاشفة التي تكشف لك كل صغيرة وكبيرة، ويوم القيامة سترى أنها وكأنك كعين مطلع على كل شيء، كمان الغيب يريك الله من خلال الرؤى. شوف سورة البقرة تكشف لك بيتك من حولك،
فكرك كل الخزعبلات التي تعيش فيها حتى الغيب من خلال الرؤى، مش التنجيم ولا الفلك، كله كذب ودجل. هذا الرؤيا الحق هي جزء من 46 جزء من النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: إذا تقارب الزمان ونحن فيه، إذا تقارب الزمان تكاد رؤيا المؤمن لا تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. نبوة إذا غلطوك، إذا المنجمين يسرق